إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مع الصفحة رقم 79 يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إن تطيعوا الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين فيما يأمرونكم به من الضلال، يرجعوكم بعد إيمانكم إلى ما كنتم عليه كفاراً، فترجعوا خاسرين في الدنيا والآخرة. يقول تبارك وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هؤلاء الكافرون لن ينصرونكم إذا أطعتموهم، بل الله هو ناصركم على أعدائكم فأطيعوه، وهو سبحانه خير الناصرين، فلا تحتاجون لأحد بعده، فلا تنفعكم دول الغرب المشرك، ولا أمريكا ولا روسيا ولا الصين ولا غيرهم ممن تسمونهم أصحاب القوى العظمى وتذهبون لتطلبوا ودهم، بل إن النصر والعزة من عند الله ومع الله وباتباع أوامر الله ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فبما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سنلقي في قلوب الذين كفروا بالله الخوف الشديد حتى لا يستطيعون الثبات لقتالكم بسبب إشراكهم بالله، بسبب إشراكهم بالله آلهة عبدوها بأهوائهم لم ينزل عليهم بها حجة، ومستقرهم الذي يرجعون إليه في الآخرة هو النار، وبئس المستقر للظالمين هو النار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهو أن الله سبحانه وتعالى يلقي الرعب في قلوب أعداء الإسلام وهم على بعد مسيرة شهر كامل، كبعد الشام عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل جيش المسلمين إليهم يكون قد تمكن الرعب منهم، وكان ذلك الخوف من أسباب نصر المسلمين على الكافرين. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده إذا استقامت على أمره. يقول تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد أنجزكم الله ما وعدكم به من النصر على أعدائكم يوم أحد حين كنتم تقتلونهم قتلا شديدا بإذنه تعالى حتى إذا جبنتم وضعفتم عن الثبات على ما أمركم به رسول الله واختلفتم بين البقاء على ما في مواقعكم أو تركها وجمع الغنائم وعصيتم الرسول في أمره لكم بالبقاء في مواقعكم على كل حال وقع ذلك منكم من بعد ما أراكم الله ما تحبون من النصر على أعدائكم فمنكم من يريد غنائم الدنيا وهم الذين تركوا مواقعهم وجبل الرماة ومنكم من يريد ثواب الآخرة وهم الذين بقوا في مواقعهم مطيعين أمر الرسول ثم حولكم الله عنهم وسلطهم عليكم ليختبركم فيظهر المؤمن الصابر على البلاء ممن زلت قدمه وضعفت نفسه ولقد عفى الله عما ارتكبتموه من المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه صاحب فضل عظيم على المؤمنين حيث هداهم للإيمان وعفى عن سيئاتهم وأثابهم على مصائبهم يقول تبارك وتعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون اذكروا يا أيها المؤمنون حين كنتم تبعدون في الأرض هاربين يوم أحد لما أصابكم الفشل بمخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظر أحد منكم لأحد والرسول يدعوكم من خلفكم بينكم وبين المشركين قائلا لكم إلي عباد الله إلي عباد الله فجازاكم الله على هذا ألما وضيقا بما فاتكم من النصر والغنيمة يتبعه بعد ذلك ألم وضيق وبما شاع بينكم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل بكم هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من قتل وجراح بعدما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل حيث هانت عليكم كل مصيبة وألم طالما أن رسول الله حي يرزق والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من أحوال قلوبكم ولا أعمال جوارحكم ومن المعلوم أن عدد الصحابة الذين استشهدوا في غزوة أحد كانوا 70 شهيد وعلى رأسهم
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله حمزة ابن عبد المطلب، وكذلك مصعب ابن عمير، وحنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة. فغزوة أحد كلها دروس وعبر للمسلمين في كل زمان ومكان، وهو أن النصر في طاعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الهلاك والخسارة في معصية أمره عليه الصلاة والسلام. من فوائد الآيات: واحد، التحذير من طاعة الكفار والسير في أهوائهم، فعاقبة ذلك الخسران في الدنيا والآخرة. اثنين، إلقاء الرعب في قلوب أعداء الله صورة من صور نصر الله لأوليائه المؤمنين. ثلاثة، من أعظم أسباب الهزيمة في المعركة هو التعلق بالدنيا والطمع في مغانمها ومخالفة أمر قائد الجيش وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، من دلائل فضل الصحابة أن الله يعقب بالمغفرة بعد ذكر خطئهم، ربنا غفر لهم بعد خطئهم هذا. معاني بعض الكلمات التي وردت في الآيات: الآية رقم 150 كلمة الله مولاكم، يعني الله ناصركم لا غيره. الآية رقم 151 كلمة الرعب وهو الخوف والفزع. كلمة سلطانا يعني حجة وبرهانا. كلمة مثوى الظالمين يعني مأواهم ومقامهم. الآية 152 كلمة تحسونهم يعني تقتلونهم قتلا ذريعا. كلمة فشلتم يعني فزعتم وجبنتم عن عدوكم. كلمة ليبتليكم يعني ليمتحن صبركم وثباتكم. الآية 153 كلمة تصعدون يعني تذهبون في الوادي هربا. كلمة ولا تلوون يعني لا تعرجون. كلمة فأثابكم يعني فجازاكم الله بما عصيتم. كلمة غما بغم يعني حزنا متصلا بحزن. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.